السلام عليكم ورحمة الله، معكم عباد جيمنج. جيت اليوم فيديو جديد عن لعبة سلايم اللي هو ايسيكاي سلايم ميموريز. طبعا اللعبة انا لسه ما لعبتها، ما بعرف شي عنها، بس راح العبها ان شاء الله خلال الايام القادمة ونشوف هل راح نكمل فيها ولا راح نوقف وما تكون رائعة بالمستوى اللي احنا بدنا اياه، لانه انتو شفتوا في اكثر من لعبة اللي احنا لعبناها وما لقيناها واو وما كملنا فيها. بقى خلينا نشوف هل لعبة سلايم راح تكون نفس الشيء وراح تكون احسن. طبعا اليوم الفيديو راح يكون هو كيف تعمل ريرول بلعبة سلايم. بقى خلينا نشوف. طبعا اول شيء انت راح يكون في عندك توتوريالين. اول توتوريال هو عبارة عن بيقول لك انت شلون بتعمل كومبوات، شلون بتعمل اتاك، وبعدها بتنزل ملف مساحته 2 جيجا، بعدها بتلعب مرحلة واحدة لما تستخدم الكارد، بعدين بوديك على هاي الصفحة اللي هو الريكروت. طبعا هذيك المدة كلها ما بتاخذ منك يعني ممكن 5 دقائق ل 10 دقائق، الا طبعا داونلود ممكن ياخذ معك وقت لانه حسب الانترنت تبعك. بس اول ما تصل لهون هلا فيك تعمل ريكروت. اول ما يكتب لك كلمة ريكروتينج فيك تعمل ريكروت. خلينا نشوف شو بصير لما نعمل ريكروت. بنفوت لهون، هون راح نعمل ملتي مجانية، والملتي المجانية هاي راح يكون جارانتيد انه يطلع لك واحد اس اس ار. طبعا ما بعرف اذا في حدا طلع له اكثر من واحد اس اس ار، اذا حدا طلع له اكثر من 5 نجوم يقول لي مشان نعرف هل ممكن يطلع لك في اكثر ولا لا. طبعا هلا في كثير ناس راح يقول لك شو افضل شخصية، ما افضل شخصية، اللعبة ما صار لها يوم نازلة. بقى اي واحد بيقول لك انه هي الشخصية افضل، هي الشخصية بيكون هي تجربته الخاصة، ما في اي شيء، لانه اللعبة مثلكم صار لها يوم واحد. بقى اي واحد بيقول لك انا صار عندي تير ليست، هذا بيكون كذاب لانه ما لحق يجرب اللعبة ويعرف مين اقوى شخصية. هلا في ممكن ناس تقول لك هي الشخصية منيحة لما يقرأوا حركاتها شو بتعمل ان جنرال يعني ككل، بس اما هي الشخصية افضل من شخصية تانية مستحيل 100% تعرف، انه مثل ما قلتلكم اللعبة ما صار لها 24 ساعة نازلة. فمشان هيك ان شاء الله انا بالمستقبل لما يصير عندي معلومات اكثر اذا عجبتني اللعبه راح انزل لكم تير ليست، بس حاليا بعتقد انتم اختاروا الشخصيه اللي بتلاقوها احسن لكم او اللي انتم بتحبوها، وبعدين اذا بدكم تعملوا ريرول فيكم تعملوا ريرول باي وقت. بقى خلينا نعمل هلا المالتي ونشوف شو راح يطلع لنا. هل ممكن يطلع لنا اكثر من واحد اس اس ار؟ طبعا بنشوف الانيميشن اول مره. وين الانيميشن؟ ليكون الانيميشن في مشكلة. عم اسمع اصوات بس ما في شيء. معناها شكله في شيء غلط. حلو الانيميشن. كل هذا مشان كروبي. حلو ريجاردو. من هلا بلشنا الدوبز. طبعا الدوبز بعدين بنصير نعرف شو بنعمل فيهم، بس اعتقد نستخدمهم مشان نطور الشخصية. هاي ما بقى شيء اليس، بس بدي الثانية انا. ما في غير ريجاردو وثلاث نجوم. لا كينيا، كينيا اجين، كوبوتشي هذا تبع المطعم. ايوه لما ريمورو صح؟ ليش؟ اكستريملي رير ريمورو تيمبس كانسلر اوف تيمبس. هلا هو ما طلع لنا ولا شخصية 4 نجوم وهذا شيء بصراحة سيء، بس بعتقد وين اليونيك ستاتس؟ لا احنا بدنا هاد 2D 3D. اوكي بدنا نشوف شو بيعمل تافن
ما في اللي هو مثلا ability. اوكي بعدين، هلا هذا الشيء كله بعدين. طبعا هلا في طريقة تانية. هلا أول طريقة مثل ما علمتكم اللي هي بس بتلعب أول اثنين بعدين بتاخذها، في طريقة تانية إنك تلعب أول أربع خمس مراحل من هاي بعدين تعمل مرة تانية على ملتي تانية. ما بعرف إذا نعملها ولا لا بالفيديو هذا، لأنه هلا خلينا نفرجيكم أول شيء الطريقة الأولى اللي هو مثل ما أنتم شفتوا عملنا هيك، عملنا أول ملتي. بنسكر اللعبة طبعا على موبايلك، بتسكر اللعبة مو شرط نفسي هون، ترجع بتفتحها. لا تخافوا مو سفندد ليسنس، لازم تسكر اللعبة بشكل كلي، ما تمسحها لا، بس تسكر اللعبة بشكل كلي بعدين ترجع تفتحها. اوكي احنا نوصل لهون. اول ما نوصل لهون هلا بيطلع لنا على اليمين شغلات المفروض. خلي اللعبه ايوه منيو. داتا ديليت، ديليت جيم داتا، بتختار ديليت من هون منيو. طبعا اذا انت بدك تحفظ هاي المعلومات داتا ترانسفير من جوا اللعبه مو من برا، بعدين تجي بتحطهم هون بيمشي الحال. هلا نحن بنعمل ديليت جيم داتا بعدين بنختار مره ثانيه هاي، بعدين اللغه. ها بيقول لك فورا سكيب توتوريال، يس سكيب توتوريال، اكسبت ايفريثينج اكسبت. هلا بيمشي الحال. بكتب اسمنا مرة ثانية، بكتب اسمنا عربي عم يكتب. لحظة شوي طبعا كالعادة اللعبة ما فيها عربي. بس ما بيتغير ان شاء الله ما يكون في. ها فورا بترجع مرة ثانية على الريكروت، نعمل ريكروت اجين. خلينا نشوف مين راح يطلع لنا هالمرة. بقى انت بتضل بتعمل هالحركة ما بعرف ليش. ها؟ يز ليش عم يفرجونا اياهم؟ ليكون على البي سي ما بفرجونا اياهم يعني؟ ها؟ هلا هي حلوة ليش؟ انه طلع لنا واحد 4 ستارز وواحد 5 ستارز. وطبعا ال 5 ستارز هو ميلم نافا. صراحة بالنسبة لي أنا كثير بحب ميلم نافا. بس أعتقد هي هيك السكيلز. سيكريت سكيل وباتل سكيل انليش ان اول تارجت ايرث فيزيكال اتاك فور من نورمال دامج. اوكي تشينج لا باس بها. خلينا نشوف في داك شو بيعمل. انكريس اول الايز اتاك باي 50%. والله حلوه هاي السكيل تبعه. وسكيل هاي ريكفر ريكفرز اول الايز فروم بويزن. از عليك بويزن. وهي انليش ا سنجل تارجت وين فيزيكال اتاك فور 390 فور اوف نورمال اتاك. حلو لا باس به. بس هي اي او اي دامج ملم او اي اي دامج نوت باد نوت باد.
هلا بشوف، هلا بلعب انا مرحلتين ثلاثه بشوف اذا فيني كمل بكمل، واذا ما فيني كمل فرجيكم. بس هي بقى انت هيك يا طريقه. هلا رجعنا مره ثانيه قبل ما نخلص فيديو الري رول، لانه شفت انه انت لو تقعد بس 4 دقائق ثانيات او اقل حتى فيك تعمل ملتي ثانيه على بانر ثانيه. بقى خلينا نحطها بنفس الفيديو اذا حبيت. ما تعمل بس ملتي واحدة، بدك تعمل ملتيتين. بقى هي الطريقة الثانية، تلعب مرحلة واحدة بعدين بيقول لك ابني 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 وبيعلمك كم شغلة، بس تتعلم كل شيء توصل لهي المرحلة لما يصير يعطيك الهدايا. لما يعطيك الهدايا كلها بتفوت منيو، بنفوت لهون على الهدايا، بناخذ كل شيء. انه بيعطيك الملتي هاي، وراح يعطيك 5 نجوم شتونة مجانية. ممتاز. نعمل هون accept all event accept all، نرجع لورا ريكروت. حلو، اللعبة سكرت، كثير حننبسط شكلنا زي هيك الوضع. طبعا على الموبايل اعتقد ما بصير معكم هيك، بس ان شاء الله ما بصير معكم، او ان شاء الله بصير معكم هيك. خلينا نشوف هلا شو حيصير معنا هون. بس عارف ليش الانيميشن مو طالع؟ المفروض قالوا انه هن راح يطلعوا انيميشن على اساس ريمورو ومدري شو عم يلاحظ قوه او شيء. حلو. شونا وشفت بالكومنتات بالفيديوهات اللي انا شفتها انه في ناس طالع لها 3 اس اس ار بالملتي المجانيه اللي هي هلا راح افرجيكم اياها. طبعا هي البانر من البانرات الجارنتيد اللي احنا اخذناها. طبعا الشخصيات اللي موجوده فيها، وهاد سكيل انليش 270 بس decrease single target secret attack cage. حلو. و ايزاوا شيزو و ميلمنافا. في كتير شخصيات. والبانر الثانية اللي هي هاي البانر، اعتقد هاي البانر مجانية اللي بيطلع لك فيها، اعتقد حاليا ممكن هذا ريمورو اقوى شيء فيها. انا طلع لي طبعا نافا تمبست. اللعبة كثير عم تفصل، يا رب ما هيك تضل عم تفصل لما نلعب فيها. اذا هيك ساعة راح تاخذ كل فيديو ساعتين اللي احنا عم نسويه. علقت. ما اعرف اذا انا راح اصور على الموبايل، الموبايل مشكلة موبايلي ما في مساحة اقعد اصور فيديوهات كثيرة عليه. بقى بنشوف حل، ان شاء الله بنشوف حل للموضوع هذا. بدي جوبتا انا. هاي طبعا الملتي بتلت 300 جيم. مين في هون؟ نفس الشخصيات. هذا كرت، المفروض كرت هذا صح؟ ولا شخصية؟ لأن حاطينه انه هو على اساس شخصية، بس ما اعرف اذا شخصية ولا لا. وهذا التيكيت
طبعا احنا عطينا اوريدي 11 تيكت، فخلينا نسحب عليها ونشوف شو راح يطلع لنا. طلعنا واحد 4 ستارز. هلا اذا هون بيطلع لك، هلا في واحد عامل لك، في واحد طلع له 3 اس اس ار هون، يعني 3 5 ستارز هون. فاذا ما عجبك اللي طلع لك، لانه المفروض مثلا يطلع لك هاد، يطلع لك شيزو مثلا، ما عجبك نفس الشيء، بتسكر اللعبه، بترجع بتفتحها، بتعمل نفس الحركه. ها من هون، ايوه صح هيك، ايوه بترجع بتفتحها مره ثانيه وبتعمل نفس الشيء. فبس هون وصلنا للفيديو تاع اليوم، اجتكم استمتعتوا فيه، وهيك بقى ان شاء الله تكونوا عرفتوا شلون تعملوا ري رول بنفس الطريقه بالضبط. ترجع بتسكر اللعبه كامله وبترجع بتفتحها، بعدين بتعمل منيو كلير اول داتا، بعدين بترجع. بس طبعا كل مره لما بدك تلعب، لما بدك تعمل ري رول، هلا التوتوريال الاول ما في داعي تعمله مره ثانيه، بس التوتوريال الثاني اللي هو، او التوتوريال الثاني اللي هو المرحله الثانيه اللي بدك تلعبها لازم تعملها دائما، بعدين تاخذ تيكتات بعدين تعملها. بس هون بكون صار الفيديو اليوم، اجتكم استمتعتوا فيه، استمتعتوا فيه لازم تعملوا لايك للفيديو، تشوفوا عم بخلص كل جديد مني، وشوفوا اخر فيديوهات ثانيه. مع السلامه.